اهلا اهلا، وصفه جديده من وصفاتي معكم، وصفه جدا لذيذه، كيكه الكوكيز. ما اعتقد في احد ما يحبه. تعالوا انا وياكم راح نسويه بطريقه جدا سهله ومضبوطه ولذيذه. راح ابدا اول شيء بفرق الزبده. عندي هنا 120 جرام زبده بدرجه حراره المطبخ. راح اخفقها مع نص كاس، قولوا 3/4 الكاس سكر اسمر. راح اخفقها لحد ما تندمج ونرجع لكم. اندمج عندي السكر والزبده مع حبه البيضه. راح اضيف الان رشه الفانيلا، وبعدين راح انزل الدقيق بالتدريج. عندي كاس ونص دقيق، راح انزله بالتدريج واخفق بعد، وبعدها راح ارجع لكم. اندمجت معي كل المقادير مع بعض. راح اقسم هالحين الخليط الى قسمين ونروح نشوف ايش بنسوي فيه. ضغطت نص مقدار الكوكيز، عندي عجينة الكوكيز بصينية تقريبا 8 انش. راح انزل عليها هالحين اي شوكليت خام عندكم، ممكن يكون نوتيلا، ممكن يكون شوكليت خام وذوبته شوي بالميكروويف. راح احطه كذا كطبقة، يكون كأنه حشوة. راح افرد الحشوة وارجع اكمل معكم. فردت حشوة الشوكليت الخام كطبقة ثانية الان المتبقي من عجينة الكوكيز، راح انزله وافرده الطبقة العلوية. الآن الطبقة الأخيرة بتكون الشوكليت شيب أو أي نوع من الشوكولاتة أنت تفضلينها وتحبينها، بتكون هي اللي على الوجه. وراح ندخلها الفرن تقريبا تاخذ 25 دقيقة على 180 درجة. ما راح تاخذ أكثر من 25 دقيقة مثل ما قلنا، 180 درجة، وبعدين نخليها تبرد ونقدمها.